خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وهذه الحياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعد ربهم وثبات قلوبهم بحب باريهم وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحراف وبرود أعصابهم أمام الحوادث وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء ورضاهم في مواطن القدر، لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. Close FM.